السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الوطن والتي بيّنت مجلس الوزراء آلية لندب وصرف الرواتب والمزايا الوظيفية في الجهات الحكومية، تربية لصحيفة الوطن تقيم الصفوف قبل وبعد اليوم الدراسي، ومع عناوين صحيفة الأيام والتي بيّنت في أولى صفحاتها مجلس الوزراء تخيير أولياء الأمور في حضور الطلاب للمدارس أو التعليم عن بعد، حميدان بدء صرف دعم أجور المواطنين عن شهر يوليو، وإلى صحيفة البلاد والتي بيّنت مجلس الوزراء يدعو لتجنب التجمعات في العيد لمنع ارتفاع الحالات، سمو الشيخ عيسى بن علي التكاتف بين الدول العربية أصبح في غاية الأهمية، ومع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت إعفاء المواطنين من الرسوم البلدية لثلاثة أشهر، بتلكو تحقق أرباحا صافية بقيمة 35.9 مليون دينار بحريني. بيّنت صحيفة الأيام أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وجه خلال الاجتماع الاعتياري الأسبوعي لمجلس الوزراء وجه وزارة التربية والتعليم لاتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات للعام الدراسي المقبل في المدارس الحكومية والخاصة، مع ترك الخيار لأولياء الأمور في حضور أبنائهم الطلبة والطالبات إلى المدارس أو تلقي التعليم عن بعد. ومع صحيفة أخبار الخليج نقرأ أن مجلس الوزراء قرر إعفاء المشتركين في خدمتي الكهرباء والماء من المواطنين في مسكنهم الأول من دفع الرسوم البلدية لفترة ثلاثة شهور بدءا من شهر يوليو لعام 2020. نقرأ من صحيفة الأيام أن وزيرة الصحة فائقة الصالح دعت الجميع إلى المواصلة بعزم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال عيد الأضحى المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا. نقل الصحيفة الأيام أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أعلن عن تحويل 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثراً بسبب جائحة فيروس كورونا. الدولة الخليجية انعزال أم انفتاح؟ عنوان مقال للكاتب يوسف المنخليل في صحيفة الوطن، فإلى المقال. دفعت الظروف الصحية الدول الخليجية جميعاً لاتخاذ إجراءات فأغلقت حدودها الجوية والبرية والبحرية، وكان واضحاً حجم التأثير الذي تركته تلك الإجراءات، فقد تضررت قطاعات واسعة لن يكون تعافيها سهلاً أو سريعاً إلا بعد سنوات. بمرور شهور عدة تبين حجم التأثيرات الكبيرة والعميقة التي خلقتها تلك الإجراءات لدى الدول الخليجية، فاضطرت إلى إعادة النظر في هذا التوجه، وبدأت سريعا بإجراءات انفتاح أكبر وبوتيرة أسرع من أجل التقليل من المخاطر. نشر صحيفة الوطن أن محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة أكد أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لترويج للقطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية إلى جانب الفنادق والمطاعم والمقاهي.
لفتت صحيفة البلاد أن مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة الجنوبية المهندس خالد حاجي أوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 مسكناً مشتركاً للعمالة الوافدة في منطقة مدينة عيسى، والتأكيد على أهمية تصحيح أوضاع هذه المساكن. لفتت صحيفة الوطن أن وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للمناهج والإشراف التربوي أحلام العامر أكدت جاهزية الوزارة في حال عودة الطلاب الاختيارية للمدارس من خلال تعقيم الصفوف قبل وبعد اليوم الدراسي وقياس درجة حرارة الطالب قبل دخول المدرسة وتنظيم الدخول والخروج. ونطالع من صحيفة أخبار الخليج أن المملكة العربية السعودية تستعد لتنظيم موسم حج استثنائي في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك بمشاركة 10,000 مقيم في المناسك. من صحيفة الأيام نطالع أن سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء أكد خلال رعايته للملتقى العربي الافتراضي الأول من نوعه لتطوير الذات تحت شعار العودة إلى الداخل أن مملكة البحرين تعتز بالمواطن باعتباره الركيزة الأساس في رسم السياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض زايد الزياني، نشر صحيفة الأيام أن عدد المتاجر والمؤسسات المشاركة في معرض البحرين الأول للتسوق الرقمي بلغ حتى الآن 100 متجر ومؤسسة، والذي سيبدأ في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل. خط الكاتب عبد المنعم إبراهيم مقالا في صحيفة أخبار الخليج، فإلى هذا المقال. إن المنظمات الحقوقية في الخارج التي تتطاول على سمعة مملكة البحرين بإصدار البيانات المنددة بالبحرين، معظمها ممول ومدعوم من إيران أو أحزاب سياسية موالية لإيران في الخارج، لماذا عادت مؤخرا لرفع صوتها بإطلاق الأكاذيب والتلفيقات وتشويه الحقائق ضد البحرين في بياناتها الزائفة في الخارج، مرة حول قانون العقوبات البديلة، مرة أخرى ضد أحكام الإعدام بحق قتلة رجال الشرطة من الإرهابيين، مرة ثالثة حول الحقوق الصحية أو غيرها من الحقوق لنزلاء السجون، كلها أكاذيب وتشويه مقصود لسمعة البحرين الدولية التي نالت استحسانا عالميا مؤخرا. لماذا عادت هذه الحملة المضللة ضد البحرين؟ أولا لأن الصراع الانتخابي الرئاسي في أمريكا عاد مجددا بين مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن وبين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وبايدن لا يخفي تعاطفه مع سياسة أوباما التي كانت تشجع على تغيير الأنظمة العربية والخليجية تحت شعار نشر الديمقراطية الزائف. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين أعلنت عن استئناف رحلاتها المباشرة من وإلى الكويت بدءا من الأول من شهر أغسطس المقبل. بقلم الكاتب علي شاهين نشرت صحيفة الوطن مقالا بعنوان نظام الحمدين تخبط فوق المعتاد، فإلى المقال. النظام القطري يعيش مرحلة صعبة من التخبط وانفصام الشخصية، فلا تعرف ماذا يريد أو ما الذي يسعى إليه، فهو أحيانا يريد إنهاء مقاطعة الدول الأربع له، وأحيانا يتمادى ويفجر في خصومته مع تلك الدول أكثر فأكثر. سفاهة نظام الحمدين لا حدود لها، فهو يريد أن ينهي المقاطعة ولكن بمزاجه
وحسب رغباته، وأن لا يسائله أحد عن احتضانه ورعايته وتمويله للإرهابيين. احتفالا بالتاريخ المشترك للعلاقات البحرينية الأمريكية وبالتزامن مع الذكرى 31 بعد 200 لتأسيس وزارة الخارجية الأمريكية، لفتت صحيفة الوطن أن السفارة الأمريكية أطلقت معرضا للصور بعنوان ماضونا في التحالف. أبراز المنتج التشكيلي المحلي في الأماكن العامة، عنوان مقال للكاتب أسامة الماجد في صحيفة البلاد، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. يعتبر ملتقى مطار البحرين الدولي للنحت على الرخام، والذي يهدف إلى تحويل 10 من الكتل الرخامية إلى منحوتات فنية تستخدم لتزيين المرافق وصالات مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي، من المشاريع الكبرى التي ستزيد من إشاعة الوعي بالفنون التشكيلية وستعكس واجهة البحرين الحضارية لكل المسافرين والزائرين. هذه المبادرة ستعكس أهمية إبراز الفنون في الأماكن العامة وإسهامها المباشر في تثقيف الناس وإغناء ذوقهم الفني، حيث أن استخدام الدولة لمنتجات الفن التشكيلي في المجتمع دليل على الاهتمام بالمنتج الثقافي والنشاط الإبداعي. صحيفة البلاد نطالع أن 15 فنانا بحرينيا شاركوا في إبداع رسومات فنية أصيلة لتزيين جنبات قاعة ذا بيرل الفاخرة في مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي. وبهذا الخبر مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.